الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم هداية السائل مع ضيفي الدائم سماحة العلامة السيد ظافر الفياض الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة، فنرحب به سوية. حياكم الله سيدنا، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا ومرحبا. الله يسلمكم إن شاء الله. طبعا مشاهدينا الأحبة، المشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وإن شاء الله دائما نكون في خدمتكم. سماحة السيد، هناك سؤال من الأخوة، السؤال يقول: هل يجوز عدم رد السلام عند القيام بالصلاة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. في خصوص السؤال الذي تفضلتم به حول عدم رد السلام، طبعا إلقاء السلام هذا مستحب، ولكن رده واجب. فحتى المصلي أثناء الصلاة بإمكانه أن يرد السلام، ولكن بالصيغة ليست الصيغة المتعارفة عند العرف، وإنما بصيغة نفس الصيغة التي ألقيت إليه. يعني حينما يقول مثلا المسلم سلام عليكم، المصلي يمكنه أن يقول أيضا بنفس الصيغة سلام عليكم، ولا يرد بالصيغة العرفية، يعني وعليكم السلام، أو يا أهلا وسهلا، أو مثلا مرحبا، ذني ردود عرفية. الرد الشرعي للسلام هو بنفس الصيغة سلام عليكم، الرد يكون أيضا بنفس الصيغة سلام عليكم. بهذه الطريقة هي يعني طريقة رد السلام بالنسبة للمصلي. أما مثلا غير المصلي فبإمكانه أن يرد بنفس الصيغة أو بأحسن منها، أو حتى بالعرفية مثلا، فهذا ما يأثر، لأنه ما داخل مثلا في عبادة، وهذه العبادة تشترط مثلا في الشروط معينة. ولذلك احنا نشترط مثلا في السلام في الصلاة أن تكون بنفس الصيغة. هو بعد ما عنده عبادة، هو قاعد وساكت مثلا، ما عنده شيء ينشغل به، ما عنده مثلا فد مسألة تقطع مثلا العمل العبادي، هو ما عنده عمل عبادي، فبإمكانه أن يرد بأي صيغة شاء. أحسن. بخصوص سماحة السيد، ذكرت أن الصيغة الشرعية لرد السلام هو السلام عليكم، السلام عليكم، إنزين، أو عليكم السلام. هنا المصلي أكو بعض الناس يقولوا لك يا أبا، إحنا إذا بس يعني خلينا بالنا ويا الرد السلام أو ويا الجواب راح أتيه بالصلاة. هذه المسألة سيدنا باعتبار عدم تدربهم يعني، أو عدم معرفتهم بهالمسألة وتعودهم عليها وتدربهم، يقولون إحنا مثلا راح نخطأ أو نغلط بالصلاة. فلو فرضا ماكو أحد، طبعا بالمناسبة إحنا نسينا نذكر أن رد السلام الواجب المصلي حينما يرد السلام هذا بشرط أن يكون وحده مثلا في المكان، أما إذا أكو ناس آخرين فهم يردون السلام، فما يحتاج هو يرد السلام، فقط إذا سلم عليه واحد وهو بمكان بس هو بي، يعني الغرفة بس هو، طب واحد قال سلام عليكم،
الواجب أن ترد السلام، وطريقة الرد هذا اللي ذكرته قبل قليل. أما لا ماذا كان سؤالكم؟ دا أقول إنه الناس تتلخبط. ها بالنسبة إلى لو فرضنا يعني تخربطوا أو مثلا أخطأوا، هذا ناتج وراجع إلى قلة التدريب، ما تدربوا على هذه المسألة، ما تعودوا عليها، قليلا ما تحدث، هي هم نادرة، مو مثلا كثيرة الحدوث حتى متدرب عليها ومتعود. نعم. بس هو يوطن نفسه أنه إذا واحد سلم عليه يخلص مثلا الذكر اللي هو يعني اللي موجود به، أما مثلا قراءة سورة أو مثلا ركوع أو سجود، وبهذه الفترة اللي تكون ما بين واجب وواجب أو ما بين ركن وركن يقدر بهاي الفترة هو يسلم. على سبيل المثال إذا لو فرضنا واحد هو دا يقرأ مثلا المصلي دا يقرأ سورة الفاتحة أو السورة التي بعد الفاتحة، منشغل هو في ترديدها في قراءتها، ودخل واحد قال سلام عليكم. طبعا رد السلام إذا واحد في غير الصلاة فوري يرجع له السلام يقول له وعليكم السلام أو سلام عليكم، لكن في أثناء الصلاة لا، خلص الواجب اللي عندك الآن أنت اللي منشغل به، ثم بعد ذلك رد السلام. يعني لو فرضنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين سلام عليكم، ويروح ينشغل باللي بعده بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ويكمل. يعني مو بالنص، مو في نص، مثلا في نص القراءة يعني باستطاعته مثلا هاي الآية الأخيرة إذا وصل إلى جاء واحد سلم عليه يخلصها ويرد عليه يقول له سلام عليكم، أو مثلا حينما يريد أن يهوي إلى الركوع أو إلى السجود، هاي فترة هو خلص مثلا قل هو الله أحد مثلا خلصها نهايتها قالها ويريد يوصل مثلا إلى الركوع، يقدر في هذه الفترة يقول مثلا سلام عليكم، أو عند رفع رأسه مثلا من السجدة وإجا طب واحد وقال سلام عليكم، الآن هو في فترة استراحة، شنو العمل اللي راح يؤدي؟ إنه يرجع يسجد السجدة الثانية، أيضا دخل عليه واحد قال له سلام عليكم، بهاي الفترة يقول سلام عليكم، يقدر يرد. أكو فترات ومقاطع داخل الصلاة باستطاعة المصلي أن يوقع الرد في هذه الفترات اللي ما بها لا ذكر مستحب ولا ذكر واجب ولا ركن ولا غيرها، هذه الفواصل ما بين الأجزاء والشرائط للصلاة يقدر بها شنو يرد السلام، ويرد السلام بهاي الصيغة سلام عليكم، بهالصيغة هذه مو عليكم السلام، لأنه راح يصير من يعني من قبيل الكلام البشري، والكلام البشري هي وحدة من قواطع الصلاة يقطع بها الصلاة، فلما يريد يرد السلام يرد بهاي الصيغة سلام عليكم. نعم. أحسنت. زين، أما بخصوص بعض الناس أثناء الصلاة أو أكثر، يعني هذه مسألة طبيعية تصير، أنه يعطس أو يتثاوب، وهناهم البعض القليل طبعا، لأن هي مثل ما جنابك ذكرت أنه هي مسألة تعويد وبعدها يقدر يكمل، وأكو بعض المكلفين هنا يخطئون أو مثلا يظل شاك عادل راح يعيد الكلمة لو ما راح يعيدها حتى يكمل باقي فرضا القراءات أو القراءة. زين، هنا شنو يترتب على المكلف؟ شلون تطمنون أو تنطون اطمئنينة للمكلف أنه يا بصلاتك ما بيها شيء أو بيها فد؟ مسألة الحركات اللا إرادية اللي تصيب الإنسان مثل يعني هاي مسائل غير إرادية، القحة العطسة غيرها، جت قحة مثلا بالصلاة أو جت عطسة، ما يقدر يعني هو سلوك لا إرادي. نعم. مسألة لا إرادية غصبا عليه مثل هيتشي أمور طبعا، وهو مصلي أو يصلي قاعد يصلي مثلا أو منشغل بالصلاة، هنا وين توقف أين توقف؟ نعم. خلص العطسة مالته مثلا أو خلص القحة مالته، يستأنف من حيث توقف، وين هو توقف؟ من حيث توقف يستأنف الصلاة، ما يحتاج يعيد الصلاة مثلا
من البداية، ما يحتاج هذا الأمر. من حيث توقف أثناء العطسة يستأنف الصلاة. نعم أكو مثلا بعض الأحيان العطسة القحة تخرج المصلي عن صورة الصلاة، في هذه الحالة يعيد الصلاة من البداية. فقط في حالة إخراج المصلي من صورة الصلاة، يعني صورة الصلاة مثلا أنت واقف متوجه نحو القبلة، أنا شايف بعض الناس عطستهم مو طبيعية، يعني ينحني بيها أو يندفع مثلا أو يدير وجهه مثلا أو ينقلب أو يصدر صوتا عاليا مثلا أو حتى يرافق هذا الصوت بعض الحروف مال النطق أيضا، فهذا يخرجه من صورة الصلاة. وإحنا عندنا الحركات التي تخرج المصلي عن صورة الصلاة، هذه أبطلت الصلاة في هذه الحالة وتعيدها شنو من البداية. لكن الحركات هذه التي لا تخرج المصلي من صورة الصلاة فيستأنف الصلاة من حيث توقف. أحسنت سماحة السيد. طبعا هناك سؤال آخر بخصوص نسخ البرامج التي تحتوي على حقوق، هل من الممكن يعني أو هل يجوز لأصحاب المكاتب أنه يأخذون هذه البرامج التي تحتوي على حقوق للنشر ويطبعوها بأقراص ويروجوها ويبيعوها بالأسواق؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي المسألة مسألة حق مثلا حق الطبع وحق النشر وغيرها، هذه من الحقوق طبعا المستحدثة، ما كانت هذه الحقوق سابقة موجودة. في السابق كانت يعني النشر مباح، لأنه الذي يريد أن ينشر العلم مالته ينشره من غير مقابل، وإنما المقابل اللي يريده هو شنو الثواب من الله سبحانه وتعالى أو رضا الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مثلا عنه، هذا هو كان اللي يبتغيه من خلال نشر العلم، العمل بالعلم والتبليغ من قبله ونشره أيضا. هذا ما كانوا يبتغونه في تلك الأزمان. أما في هذا الزمان صار أكو حقوق نشر، وصارت أنه لازم يكون أكو مثلا مقابل مادي يجي أثناء هذا، فصارت من الحقوق. نعم إذا صارت من الحقوق واعتبرها العقلاء من الحقوق راح تكون محترمة. أحسن. ويجب رعايتها حينئذ. أحسن. أو مراعاتها. نأخذ ويانا الاتصال أبو علي من البصرة. السلام عليكم يا أبو علي. حياك الله يا أبو علي، السلام عليكم. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا بكم، وتفضلوا بسؤالكم. ألو. نعم يا أبو علي تفضلوا. ألو. جنابكم على الهواء مباشرة، وإذا أمكن يا أبو علي اسمعني فقط من التليفون وابتعد عن التلفزيون. جنابك على الهواء مباشرة. عليكم السلام ورحمة الله. يا حياك الله. أقدر أحصل السيد؟ إيه بلي، جنابك على الهواء مباشرة، تفضل سولف. سيدنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. سيدنا شلونك؟ زين شلون صحتك؟ الحمد لله. سيدنا احنا نمشي بقعدات. نعم. ألو. سيدي سمعك، تفضل يا أبو علي. نعم سيدنا نمشي بقعدات، وأمس مشينا بقعدة وقعدة من بيها للرضا وللتصالح وللستر على واحد، ما بيها أشكال. واضح. نعم سيدي. عندك سؤال آخر؟ لا هذا هو سيدي. واضح، شكرا لك يا أبو علي، الله يسلمكم. طبعا سماحة السيد الأخ أبو علي أشار إلى موضوع جدا مهم، وهو القعدات، وإحنا اللي دائما نقول عليها القعدة أو الجلسات العشائرية، وهذه بعض الأحيان مثل ما أشار أبو علي تكون للصلح والتراضي، وبعض الأحيان لا للفصل، وبعض الأحيان لأخذ الحق من المقابل، إن كان الطرف الأول صاحب الحق يشوف هذا حقه، إن كان باطل أو لا مو باطل بالحق هو نفسه. ولكن هناك يعني في مسألة العشائر وفي المشيات
وحتى أنا سامع يا سيدنا أنه هي غير محببة. ليش؟ لأن يقول لك ربما يكون بيها باطل، وحتى أنت لا تكون مشترك بهذا الباطل. فهنا أبو علي هم كذلك دا يسأل على ذهابي بهذه القعدات أو هذه الجلسات العشائرية. تفضلوا. علي بسم الله الرحمن الرحيم. نقول للأخ المتصل أنه إذا كانت أنت نيتك في الذهاب إلى مثل هكذا مجالس أو هكذا قعدات أو مشيات لأجل إصلاح ذات البين بهذا العنوان، هذا لا بأس به، وفيه ثواب عظيم من عندك أنت إذا بادرت في هذا الفعل وأصلحت ما بين الناس، ما بين المتخاصمين. هذا أنت إلك بالذات ولمن معك أيضا ثواب عظيم ولا إشكال فيها. أما إذا كانت هذا المجلس يستلزم الوقوع في الحرام أو الإتيان بالباطل أو بالكذب أو بالبهتان أو بغيرها، فالأفضل أنه تترك هذا المجلس بالسرعة الممكنة. يعني بالصريح العبارة احنا نقول انفض عباتك وقول هذا اكو صار باطل انا ما عليه، حتى في سبيل لا يصيبك الاثم من في ضمن اللي موجودين واللي قاعدين بالمجلس. لان اذا واحد تحدث بالباطل او مثلا هناك من يؤيده او صار مثلا في هذه الجلسة باطل او حرام او غيرها من كذب، من حلف، من أخذ مثلا فلوس بغير حق أو غيرها، الأفضل والذي ينبغي للإنسان المتدين أن يخرج بسرعة من هذا المكان أفضل إلى حتى لا يصيبه الإثم اللي راح يوقع على ذولا اللي متواجدين في هذا المجلس. أحسنت. طبعا جنابك أشرت إلى هذا الموضوع طبعا وشرحته، ولكن هو بضرورته ومدى أهميته يحتاج دائما نحن نذكر الناس، وجنابكم طبعا تذكرون أنه يا بليكون موقفكم أو تعصبكم لموقف مثلا باطل وأنتم تشوفوه برؤية الحق، فلازم تكون عندكم دراية وإدراك بهذا الموضوع أو حتى استشارة سيدي. نعم. أنا عذرا قاطعتك، الله يحفظكم، ولكن الكلام يجر الكلام. الله يسلمك. اللي تفضلت به جيد جدا، ولكن بعض الناس إذا ما عندهم مثلا هذا الإدراك وهذا التدارك وهذا التعلم يستشير الآخرين، يستشير أهل الخبرة، يستشير أهل الدين، يستشير مثلا أهل الحظ والبخت، يستشير مثلا الناس العقلاء. ما خاب من استشار كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني مجموع العقول إذا اجتمعت تخرج بنتيجة جيدة، أفضل مثلا من التعنت والعصبية والذهاب مثلا في سكة الباطل. طبعا السؤال الأخ أبو علي أشار يعني إلى موضوع القعدات اللي إذا كانت بالصلح. أكو بعض الأحيان يا سيدنا، بعض الأحيان تكون يعني واجب على الأبناء العشيرة يلتمون بهذا الفصل العشائري أو هذا التجمع العشائري. زين، هنا شنو يترتب على شباب العشيرة وهم مثلا يدرون أنه هذا الموضوع باطل أو هذه المشية مو صحيحة، المفروض هو يعني يطلع من هذه المشية ويقول لك أنا ما أقدر أتواجد بهذا، ولكن الأمور العرفية العشائرية لا تتحتم عليه، لازم موجود. وهذا إذا ما كان موجود بهذه المشية اللي هو يشوفها باطلة راح يعرض نفسه لأول شيء كلام بعد من أبناء عمه ومن عشيرته، وراح يكون بها فد مطب صعب. هذا أمر صعب بالنسبة إلى العشائر حقيقة. أنا يعني صار عندي نوع ما إلمام ومتاخلة مع بعض العشائر وبعض شيوخ العشائر وغيرهم، ولقيت انه الامر صعب جدا. نعم. انه يعني ينسلخون مثلا من العشيرة ومن قوانين العشيرة او القوانين اللي بين العشائر مثلا، ويروحون مثلا الى القوانين الدينية، هاي عندهم في غاية الصعوبة. وحتى انه هذه النصيحة اللي احنا نقدمها من انه ينفض عباته مثلا ويطلع، هذه عندهم ايضا صعبة جدا، ولربما يعني
هذا الرجل اللي يسوي مثل هيك امر يعني ينحق همات يصير يرتبون براسه حق من انه انت اهنت المجلس وغيرها من القبيل هذا. ولكن الحق احق ان يتبع، ما حد يقدر واحد مثلا يقول ان هذا الانسان ما سوى حق. بس يعني كل واحد مثلا يريد يأمن نفسه. الان مجموعه من الناس تريد تقعد بالشارع حتى يجيهم مثلا سياره وسيارتين وحتى ينضربون، انا ليش اكون وياهم؟ تمام لولا؟ فهم يطلبوني يقولوا لي مثلا تعال اوقف ويانا بنص الشارع، ليش انا اوقف بنص الشارع؟ هذا اللي يقعدون بالمجالس ويتناولون الباطل في مجلسهم، انا ليش اكون وياهم؟ انا الحق وياي. الله سبحانه وتعالى يقول لي ابتعد من هذا المكان حتى لا يصيبك الاثم، وانصحهم. مو صحيح لولا؟ فكل العقلاء، العقلاء منهم بالذات انا وابين واصر على انه المساله يم العقلاء، العقلاء المفروض انه ينضمون الى هذا الشخص اللي طلع، لانه لابد ان يوقفون في موقف حق انه لا تعرض للباطل، لا كلام في الباطل. تريدون انتم تصيرون باطل تصيروا باطل، احنا ما نريد الاثم يوصل ان فيما لا فيما لا. هذا الموقف يحتاج له الى شجاعه، وشجاعه كبيره جدا، خصوصا ان المجتمع العشائري مجتمع ضيق. احسنت. طبعا جنابك ذكرت موضوع العقلاء، موضوع وجود العقلاء في المجتمع العشائري جدا مهم. واحنا كذلك يا سيد نلاحظ انه بعض الاحيان هو صاحب المشكله الباطله يريد يسويها حق العشيره، هم أولاد عمومته يقولوا له عمي سالفتك باطلة، لازم أنت تمشي على الناس وترضيهم. بوجود العقلات تنحل كل المشاكل. طبعا. ولذلك إحنا نقول ذول اللي يروحون إلى مشيات والسعيان في الإصلاح ذات البين لهم ثواب ذول. أحسنتم. أحسنت. بارك الله بيك. سماحة السيد اسمح لي أذهب فاصل ومن ثم نكمل باقي الأسئلة ونكون في خدمتكم. مشاهدين الأحبة لا تذهبوا بعيدا، فاصل وراجعين، أبقوا يانا. لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. هل ما يؤدى باسم الشعائر الحسينية من مراثم وغير ذلك هو جائز على نحو الإطلاق؟ أم أنها محددة بإطار خاص؟ أم حسب الزمان؟ فكلما ارتضاه أهل الزمان واعتبروه من الشعائر كان جائزاً؟ هي محددة بإطار الاحترام والتكريم، فما غداه العرف احتراماً وتكريماً كان جائزاً. ما هو رأي سماحتكم في من يقول بأن هذه الشعائر أو بعضها لم يكن في عهد الأئمة عليهم السلام؟ لا يجب أن تكون الشعائر مما تعارف عليها في عهد المعصومين عليهم السلام، وذلك لأن الدليل قائم على جواز كل ما يعد احتراماً وتكريماً لأهل البيت عليهم السلام. إذا كانت وظيفة الفقيه بيان الأحكام الكلية دون الجزئية، فهل مناقشة المقلدين ظاهرة التطبير مثلاً يدخل في باب مناقشة المسائل الجزئية؟ وما هو تفسير علمائنا الماضين والحاضرين لهذه الظاهرة الحسينية على ما هو المشهور عنهم؟ الفقيه الجامع لشرائط التقليد يبين الأحكام في المسائل الشرعية على نحو القضية الحقيقية، بمعنى أنه كلما اتفق لأحد المقلدين مسألة شرعية انطبق عليها الحكم الذي بيّنه الفقيه لها، ومسألة جواز التطبير واستحبابه أيضاً بذلك النحو المذكور. وقد اتفق الفقهاء العظام قديماً وحديثاً على جواز أو استحباب الشعائر الحسينية والتي في مقدمتها التطبير. إن البعض يتصرفون بعض التصرفات التي قد تشين الشعائر الحسينية، وإن كان لم يقصد ذلك،
فهل من نصيحة وبيان لمثل هؤلاء تهذيبا للشعائر وإغلاقا للباب بوجه المستشكل؟ الشعائر الحسينية أمانة من الله تعالى في أعناق المؤمنين، وعليهم أداؤها بأمانة وأخلاق وإخلاص إن شاء الله تعالى. هل لبس السواد مكروه إذا لبسته البنت؟ وإذا لبسته بدون رضا الوالدة، هل يجب عليها ترك هذا الأمر لأن رضا الله من رضا الوالدين؟ لبس السواد إذا كان في مناسبات أحزان أهل البيت كشهري محرم وصفر مستحب، وينبغي أن يكون مع رضا الوالدين، وعليها السعي في إقناعهما وجلب رضاهما. لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مجددا، وكذلك نرحب بسماحة السيد ظافر الفياض. حياكم الله سيدنا، وأهلا وسهلا بك. حياكم الله سيدنا. سماحة السيد، نكمل أسئلة الأخوة والأخوات. أحد الأشخاص يسأل جنابك، يقول إذا أنا حاليا أريد أتوب من مسألة أخذ الغيبة، يقول هل من الواجب أنه أذهب لكل شخص وأقول له يا ببريل الذمة؟ يقولوا هاي شوية صعبة وواقفة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يحتاج إلى أنه كل شخص لازم يروح ويقول له برين الذمة. نعم. فقط هو يتوب عن هذه المسألة ويعزم على عدم العودة إلى الغيبة مرة أخرى. هي هاي التوبة النصوحة. زين. حينما يقال مثلا شخص تاب توبة نصوحة، شنو معناها؟ معنى التوبة النصوح أنه يعزم على عدم العودة إلى الذنب. نعم. أو الإثم. أحسنت، بارك الله بيك. خلي ناخذ ويانا الأخ أحمد من البصرة. السلام عليكم يا أحمد، حياك الله، يا أهلا وسهلا بك، الله يحفظك إن شاء الله. لكم ونسمحت السيد. الله يسلمكم، يا أهلا وسهلا بك يا أحمد. الله. عفوا، عندي سؤالين. نعم تفضلوا. تفضلوا. السؤال الأول، ما هو رأي سماحة المرجع السيد الشيرازي صادق الشيرازي؟ نعم. دام ظله، حول الذي يريدون التفرق بين الحوزات، ما هو تكليفنا ناحيتهم من ناحية العشرة مثلا والتواصل معهم الذين يسيئون إلى الحوزات ويحاول التفريق ويقولون هذه حوزة؟ نعم هذه حوزة مثلا صامتة، وهذه حوزة ناطقة، وهذه حوزة كذا، وهذه مراجع فرس، وهؤلاء مراجع عراقيون وما شاكل ذلك. واضح، هذا السؤال. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني والسؤال الآخر، جزاكم الله خير الجزاء. نعم. ما هو رأي سماحة السيد الشيرازي دام ظله حول إمام الجماعة الذي لا يذكر الشهادة الثالثة في الصلاة والتسليم، أشهد أن علي ولي الله، هل يجوز الصلاة خلفه أم لا؟ جزاكم الله خير الجزاء. خادماني، الله يسلمكم إن شاء الله. شكرا لاتصالك يا أحمد. نعم سماحة السيد، عندنا أحمد من البصرة سأل جنابك مثل ما سمعت حول هناك بعض ال إحنا نقول ما أعرف شنو تريد تعبر عنهم، باعتقادي نقدر نقول الجهلة اللي يفرقون بين المراجع أو يزرعون هذه الفتنة، ومثل ما شار أحمد إنه هذه مجاميع هي بالفعل، ويعني تريد تشعل هذه الـ يعني موضوع الحوزات وموضوع يعني التفريق بين الحوزات العلمية وغيرها. ولكن قبل لا أدخل بهذا التفاصيل وأدخل بسؤال الأخ أحمد، خلنا نأخذ ويانا الأخت منه أبو رقية. حياك الله يا أبو رقية. السلام عليكم. الله يسلمكم يا حياك الله. سلام الله عليكم وعلى سماحة السيد.
يا اهلا وسهلا بك يا ابو رقيه. سيدنا العزيز هذا الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم يقول الصلاح ذات البين افرض من عامه الصلاه. نعم. ومن قضى حاجه مسلم قضى الله حاجته يوم القيامه. نعم. مولانا العزيز احنا مجتمعنا عشائري. نعم. وايق صحنا اليوم مثل انا عندي شغله يجي رجل كبير ما اكبر من سنين يقضي هذي. هاي حلوه هاي. صحيح. هاي حلوه. بس احصائيه مجتمعنا يا مولانا العزيز يعني انا عندي شغله يم فلان ما يقضيها لي. يعني ليش ما يقضيها؟ مو الله سبحانه وتعالى يقول من قضى حاجه مسلم قضى الله حاجته يوم القيامه. بلي وهذا ذاك من ذاك وذاتك يا سيدي وجدك ذاك من ذاك اللي يقضيها اللي اشتغل الله قليل قليل نسبه قليله بيني وبينك العباس نسبه قليله اللي اشتغل لله سبحانه وتعالى. يعني الامام الحسين الامام الحسين يقول انكم مع الهوى ومع الدنيا طالعين ماده. والله يا مولانا انا عندي شغله سيدي وجدك وعند ايتام وعند قاعد امهن وردت رحت الواحد على مود حاجه ما طالب ما قضى حاجتي هو معمم بيني وبينك العباس. ابو رقيه اول شيء انا احب يعني احب انوه على فد مساله جدا مهمه. احنا ذكرنا بالبرنامج وسماحة السيد أشار أنه بارك الله بالناس اللي تسعى وتذهب إلى إصلاح ذات البين وهنيئا لهم. ومثل ما تفضلت جنابك أنه صحيح هم قليلين ولو خليت لقلبت يعني الناس أو حاليا هي الدنيا بعتها بخير. وأما موضوع الأهم من هذا أشرت إلى أنه أنت رحت إلى جهة أو إلى شخص وما أنطاك مو معناتها انه خلاص انتهت الدنيا. ربما هو هذا الشخص ما كان عنده ربما انحرج يريد يقول لك ما عندي ولكن يجوز اعتذر لك بطريقه شفافيه وحلوه ودبلوماسيه وقال لك يا ابو رقيه احنا ربما حاليا ما نقدر نكون في خدمتك وان شاء الله بالمستقبل يكون في خدمتك. ما انت مبين من يعني مبين من اسلوبك من كلامك انسان راقي ومرتب فلابد انه هم شويه تنطي مجال للآخر شوية لازم تنطي سعة من يعني سعة من صدرك تتفهم الآخر مو على كل الناس تحكم مو على كل الناس تأخذ قرارك يا أبو رقية. مع ذلك شكرا لهذه المداخلة يا أبو رقية واللهم يحفظك ويوفقك إن شاء الله. وكذلك ننتقل إلى محافظة بابل ويانا أم حسن. السلام عليكم يا أختي حياكم الله. أحب أحكي ويا السيد. نعم تفضلوا جنابكم على الهواء مباشرة. السلام عليكم سيد. عليكم السلام. نعم تفضلوا بسؤال. أهلا وسهلا. أنا عندي سؤالين سيد. نعم. أول سؤال عندي العام أنا سويت عملية مال كلى. نعم. لكن ما صمت شهر رمضان صادفت به. ما صمت الشهر كله هسه ما اعرف يعني شلون ادفع فديه. نعم. اصوم الشهر كله ما اعرف. زين اللهم يواليك الصحه في والعافيه رمضان هذا اللي راح يعني. نعم. السؤال الثاني سيدنا انا بنتي عندها همين ما صايمه سنتين هي ما تقدر هسه تصوم فما اعرف شلون يعني هسه ألبي الطلب مالتها مال الصيام. ان شاء الله السؤال واضح. الله يسلمك يا حسن. الله يحفظكم ان شاء الله. طبعا المخرج يشير الى ضيق الوقت بالبرنامج ولكن خلينا ناخذ الاسئله بشكل اوسع واوجه كلامي للاخ احمد من البصره. يا احمد بما انه الوقت ضيق يعني خلي راح ناجل هذا السؤال المهم لان هذا لازم نفتح به حلقه يعني محور حلقه ما من الممكن خلال دقيقتين نتناول هذه القضية المهمة جدا وهي هذه الفئة أو البعض من يريد أن يمزق أو يفرق بين الحوزات هذا لازم نقف عنده ونتناوله. أو عندك فتكلمة سيدنا باختصار؟ لا ما يحتاج. أي والله لأن المخرج ده يشير إلى انتهاء الوقت تقريبا. كذلك الأخ أحمد أشار حول الشخص أو إمام الجماعة اللي ما ينطق الشهادة الثالثة. بلي بسم الله الرحمن الرحيم. هو أراد رأي السيد. نعم. في هالمسألة. نعم. هذه
الأصل في إمام الجماعة العدالة. نعم. إذا كان عادلا يجوز حينئذ الصلاة خلفه سواء ذكر الشهادة الثالثة أم لم يذكرها. الأهم عند السيد هو أن تكون شروط إمام الجماعة متوفرة به، وأهمها أن يكون عادلا. زين، تحضركم شروط إمام الجماعة؟ احنا طبعا شروط إمام الجماعة أولا والأهم أن يكون عادل، إمامي 12، مو من عامة المسلمين، وأن يكون طاهر المولد، يعني معروف عنا أنه من أبوين مسلمين مثلا طاهر المولد، مو مشكوك النسب مثلا، من هذه القبيل، وأن لا يقول ضبطه عن المتعارف، ويعني فصيح اللسان. وأكو شروط أخرى، منها أنه يقدم السيد مثلا على غيره، أو يكون وضيء الوجه مثلا أو غيره إلى آخره. بس الأهم هي العدالة وصحة النطق مثلا في القراءة. أحسن. زين، هذه العدالة سماحة السيد، هل هي يعني شلون الناس تعرف انه يكون هو عادل بيته او لا؟ يعني شنو مفهوم العدالة؟ اللي هو ظاهره حسن، يعني لما تسأل عليه اي واحد قال لك والله هذا خوش آدمي، هذا كافي، لانه هو المطلوب في امام الجماعة ادنى مراتب العدالة. وهل يعني وهي انه لما تسأل عليه قالوا لك هذا خوش آدمي، ما نعرف عنه غير الخير. احسنت. زين، وهل معنى كلمة خوش آدمي يعني عادل؟ اي، هو هذا معناها حسن الظاهر. نعم. يعني احنا كلمة خوش آدمي هاي عرفية. ملي. بس هي معناها شنو؟ يعني معناها انه حسن الظاهر، ما يطلع مثلا في الشيء او يظهر شيء للناس مثلا قبيح. هذا هو معناه. احسنت. بقت لنا بهذه الدقيقتين يا سيد، ناخذ على عجالة ام حسن سؤالها الاول، انه هي سوت عملية واللهم يواليها الشفاء العاجل ويوالي جميع المرضى بحق محمد وآل محمد، تقول العام ما صمت وهالسنة إذا أريد أصوم شنو أسوي، وكذلك بتها سنتين ما صامت وحاليا هم ما تقدر تصوم، شنو تسوي؟ هي قالت أنه كانت مريضة. نعم. أو بالكلى كذا، باستطاعتها الآن تقضي قبل، يعني قبل لا يجي رمضان. زين. وحينما تقضي تدفع فدية اللي هي عن كل يوم 3/4 الكيلو من أي مادة من هذه المواد. أحسن. يعني من مادة عفواً الحنطة، الشعير، يعني أو طحينهما أو خبزهما أو من الزبيب أو من التمر أو من الرز، تختار واحدة من هذه المواد وتدفع عن كل يوم 3/4 الكيلو، ما مجموعة للشهر كله 22.5، تدفعها إلى الفقير. بس تقضي، كون تقضي قبل مجيء رمضان الآتي. أما إذا ما قضت، ما قدرت بعد رمضان، وتدفع مرتين 22.5 كيلو، مو مرة واحدة. زين، وإذا ما قدرت؟ أما إذا كانت مريضة عفوا، لو فرضا يعني عدم القدرة مالتها لأنها مريضة. زين. استمر بها المرض من رمضان إلى رمضان الآخر، بعد رمضان ما تقضي، بعد هذا الصيام اللي فاتها ما تقضي، فقط تدفع الفدية. زين. أما بخصوص بيتها تقضي. احنا ما نسينا نسألها هي بيتها شقد عمرها، يعني هي في سن التكليف الآن، إما إذا كانت في سن التكليف تقضي. زين. تقضي هذه الشهرين أو السنتين اللي ما صامتهن وتدفع الفدية أيضا. أحسنت. زين، وهي اشارت الى انه بيتها ما تقدر حاليا هم تصوم. هو هذا الان محل القضاء في هذه الاشهر، هو محل القضاء قبل لا ياتي الى رمضان الثاني. احسنت. شكرا لكم سيد ظافر الفياض، الاستاذ في حوزه كربلاء المقدسه، بارك الله بكم. يا اهلا وسهلا، الله يحفظكم ان شاء الله. مشاهدينا الاحبه، وصلنا وياكم الى ختام هذه الحلقه، وان شاء الله نلتقيكم في الحلقة القادمة، وآخر دعوانا اللهم عجل لوليك الفرج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء. والإيمان فتفقهوا في شرات الديان، الدين دين محمد وهداه في
حكم الإمام ومحكم القرآن.